بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ استنتاج التمرين جديد على استنتاج الثلاث مفاقد من المنظور. المنظور ده زي ما شرحنا قبل كده، شرحنا إزاي نرسمه، ودلوقتي هنشرح إزاي نستنتج منه المساقط التلاتة. زي ما قلنا برضه قبل كده في الفيديوهات بتاع استنتاج المساقط التلاتة للمنظور، أول حاجة بعملها خالص، أول خطوة بعملها إن أنا بحدد فين المسقط الرأسي. المسقط الرأسي ما عنديش هو بيقول لي ده ومنين، فخلاص براحتي ابدا بناء على القاعده اللي بعد كده. القاعده اللي بعد كده بتقول ايه؟ البعد الكبير. انا عندي البعد الكبير اللي هو ده عرضه 10 في الارتفاع ده كله، طب ده عرضه كام؟ ده كبير، ده عرضه اللي هو كده 30، يبقى انا هاخد بالنسبه لي كده هيبقى ده الفرونت بتاعي، الفرونت او الاليفيشن، يبقى ده الفرونت او الاليفيشن. يبقى انا هبدا من هنا، او انا عامل كده عشان ابدا اقسم بقى بتاعتي اهو. عرضه كام؟ 30. طب ارتفاعه كام؟ 23 زائد ال 12 يبقى 35. طب تيجي تبص المسقط الجانبي، هاجي ابص كده يبقى هيبقى يتحط فين؟ على يمين الاليفيشن اهو. عرضه كام؟ بص بقى ده عرضه كده 10 زائد ال 10 اللي هنا دي، يعني مش عرض المسقط الحته اللي انا شايفها هنا بس، لا مع ال 10 الثانيه دي، لان لما اجي ابص هنا كده هتشوف دي ودي، يبقى كده عرضه كام؟ 20. هتيجي الاخ اللي تحت ده، قلنا ما دام ده عرضه 20 يبقى هيبقى ده ارتفاعه 20، لانك لما تيجي تبص من فوق هتبقى شايف ده ودي، يبقى معاك 20. انت خلاص تقدر تقسم لوحدك عادي خالص وتبدا تشتغل على اساسها. نيجي بقى نبدا نستنتاج المنظور. اول حاجه ابص هنا، هبدا طبعا احدد المكان بناء على تقسيم اللوحه بتاعي، وابدا بالرسم الاليفيشن من هنا. زي ما قلنا اول قاعده انا خلاص هبدا برسم الاليفيشن، ومن اروح للسايد او ارسم البلين. هبدا برسم الاليفيشن كده، اول حاجه عينيا وقعت عليها ايه؟ على يمين المسقط من تحت في بوكس وظاهر قدامي اهو، اللي هو ارتفاعه 10 في 20، يبقى اهو ادي 10 في 20، يبقى رسمته خلاص، يبقى دي اول حاجه عينيا وقعت عليها. بعد كده شوف الجزء ده اللي هو عباره عن ايه؟ تيجي من هنا النقطه دي تطلع دي، وبعد تمشي مايل ب 14، وبعد كده تطلع ارتفاع ب 12، وبعد كده تنزل بده اللي هو ده اللي هو الطرف بتاعه بالشكل ده اهو، خلاص رسمته. ده بالنسبه لخطوط الظهر، هل في حاجه مختفيه؟ مفيش اي حاجه مختفيه، يعني انا عينيا وقعت على الشكل كله من هنا، مفيش اي حاجه مش ظاهره خلاص، يبقى ده بالنسبه لي الاليفيشن. تيجي بعد كده بالنسبه للسايد فيو، اجي ابص من ناحيتي، اول حاجه عينيا وقعت عليها ايه؟ طبعا السايد فيو على حسب مكانه هيبقى هنا. اول حاجه عينيا وقعت عليها الجزء ده اللي هو ارتفاعه من اول هنا لحد هنا، اللي هو ارتفاعه من اول هنا بعرض 10، ثم قصاد دي كده قصاد الحته دي كده اهي خلاص. بعد كده انا ماشي ماشي ماشي، عينيا وقعت على ايه بعد كده؟ في بوكس صغير هنا في الجنب اهوت اللي هو عباره عن 10 في 10 10 في 10 خلاص رسمته. بعد كده في ايه تاني؟ مشيت مشيت مشيت، عينيا وقعت على البوكس اللي فوق ده اللي هو ارتفاعه 12 اهو، اخرك مع ده، يبقى تيجي من هنا شد خط كده قصاد دي وعرضه 10، يبقى خلاص انا استنتجت المسقط الجانبي بتاعه. بعد كده اجي ارسم المسقط الافقي. زي ما قلنا المسقط الافقي ما تجيش تبص من هنا وتستنتجه، لا انا ببص من هنا واستنتجه خلاص، يعني قاعد الشكل كده واستنتجه عشان ما يطلعش معايا بشكل، وابدا ارسمه من تحت المسقط ده. اجي ابص من فوق، اول حاجه عينيا وقعت عليها ايه؟ المربع اللي هنا ده اللي هو عباره عن 10 في 16 اهو، ده الخط اللي انا بادئ منه رسم المسقط الافقي، واجي اهو ادي 10 في 16، مش شرط اقيسها، ممكن تيجي من هنا كده قصاد دي اهي خلاص. طبعا دي هتلاقيها تاني شوية هنا كده قصاد دي، وانزل كده. بعد كده عينيا بصت هنا شفت ده، بعد كده هشوف مين؟ شوف البوكس ده اللي هو بقية تكملة الحتة دي اللي هو آخره مع دي خلاص، نزلت وبصيت كده اهو، عينيا بصت عينيا بصت عينيا بصت لحد هنا، وقع قدامي ايه؟ قدامي بوكس هنا اهو باين فيه المربع بتاعه او المستطيل بتاعه اللي هو 10 في 20 اهو، اللي هو ال 10 اهو في ال 20 اهي،
يبقى اجي كده ال10 في ال20 انزل قصاد دي ال10 في ال20 اهي. طب هل في حاجه هنا؟ لا دي فاضيه. هل في حاجه منخفيه؟ لا. يبقى احنا كده خلاص بكل بساطه شرحنا عن الفجوره ازاي نستنتج مناصات الثلاثه من المنظور اللي قدامنا. هننتقل دلوقتي لبرنامج السوليد وركس على الرسمه دي، نشوف برضو شكل المساقط ده بيبقى عامل ازاي عليها، ونشوف بقى الست مساقط كلهم على الرسمه بتاعتنا. خلاص احنا دلوقتي على واجهه برنامج السوليد وركس والمنظور بتاعنا قدامنا اهو، هنبدا نشوف عليه المساقط السته بتوع الايزومتريك اللي احنا شرحنا المساقط الثلاثه بتوع. نيجي نبص على الايزومتريك اللي قدامنا، هنيجي نبص على الفرونت من هنا. يعني لو جينا بصينا اهوت على الفرونت، شفنا ده. طب تعالى نبص على المسقط الجانبي اهو، هل في خطوط مخفيه؟ تعالى اما نظهر الخطوط المخفيه اهي، مفيش اي خطوط مخفيه في المسقط ده. طب تعالى بص بقى على المسقط الجانبي الناحيه الثانيه اللي هو المسقط الجانبي الايسر اهو، بقى ابص عليه في خطوط مخفيه. في خطوط مخفيه مين؟ اللي هو الخط ده والخط ده. الخط ده اللي هو مين؟ اللي هو بتاع الحز الفاصل ما بين الجزء البارز ده والجزء اللي هنا ده. الخط ده اللي هو بتاع الفصل ما بين المستوى ده كل المستوى ده، ده بالنسبة للجانبي. طب تعالى بص على الباك، شبه الاليفيشن لكن معكوس، فضلا عن ان الجزء ده بقى مختفي. طب تعالى منبص، نجيب كده الايزومتريك بتاعنا ونجيب كده الطب. الطب بتاعنا عبارة عن ايه؟ ده الجزء المستطيل الاولاني، ده الجزء المستطيل التاني، ده الجزء المستطيل التالت. طب تعالى اما نقلب بقى نجيب اخر مسقط عندنا اللي هو البطن، اللي هو احنا نجيب الكلام ده من تحت اهو، نفس الكلام بس معكوس، مقلوب اهو والكلام ده مختفي هنا اهو. ده الجانبي، تعالى كده اما نقلب الشكل. تعالى بقى اما نبص عليه من هنا، ده الماسك من البودم اهو، طبعا مقلوب شويه لازم يتعدل شويه عشان تبقى شايفه مظبوط. ده الخط الفاصل ما بين الجزء المستطيل والجزء الكبير، وده الخط الفاصل ما بين المستويين. فين الخطين دول؟ اهو اللي هو الخط ده والخط ده. يبقى احنا كده شفنا الست مساقط بتوعنا للمنظور اللي احنا شفنا، اللي احنا شرحنا الثلاث مساقط بتوعه على السبوره. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تشوفوا بقيه الفيديوهات من البلاي ليست اللي تحت الفيديو، والفايل بتاع اللي فيه ابعاد المنظور ده هتلاقوه برضه في الموضوع تحت الفيديو. وتعملوا لايك وشير لكل الفيديوهات، وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.